لمعضلة فلتحضروا المنتدى ولتسمعوا العمري. هذين البيتين نقلة حقيقة من الموسيقى والمعزوفة الرائعة إلى العقل والفلسفة، ولطالما يعني المجتمع العربي في مأزق في إشكالية الفلسفة أو الحداثة أو العقل من جانب، والتقليد والترديد من جانب آخر. أنا سأحاول الاختصار حقيقة، لأنه الوقت الذي سمح لي به وقت ضيق، وكما تعرفون أن محاضرة مثل محاضرة فلسفية أو تبحث في العقل والمباحث الفلسفية الأوروبية أو بعض الفلاسفة العرب تستغرق وقتاً طويلاً ومباحث عدة. أنا حاولت أن أدخل من باب المعرفة أولاً. المعرفة اختلف فيها، المعرفة هي بالمصطلح الحداثوي الإبستيمولوجيا، اختلف فيها في أوروبا، فاختلف فيها على نوعين. النوع الأول اختصر على العقل، يعني محددات المعرفة هو العقل فقط، وهذا اللي صار بنخبة من الفلاسفة الأوروبيين. أعتقد أن آخرهم ورائدهم هو الفيلسوف مانويل كانت. فلسفة أخرى تدعي أن التجربة هي المبحث الأهم في أساسات الإنسان. إحنا الآن كل إحنا هذه الفلسفة للفيلسوف الأوروبي ديفيد هيوم. ديفيد هيوم تجربة أو فلسفته فلسفة تجريبية، يعني هو يرتكز على الأساس التجريبي، وهو يتكئ في هذه الفلسفة على أن الإنسان يملك ذاكرة ومخيال. يعني بداية هو لا يعترف بشيء اسمه ما وراء الطبيعة، أي شيء غير موجود هو لا يؤمن به، لا يعني ينكره، لا يؤمن به لأنه غير مدرك. فبالتالي هو يعتمد في هذه الفلسفة مالته على أن المعرفة تتأتى من خلال عاملين أساسيين، هما الذاكرة والمخيال. الذاكرة هي التي تسترجعك، تعود بك إلى مثلا، يعني أنت رأيت على سبيل المثال رأيت حصان، طبعا عندنا بالموروث مالنا موجود من هذا القبيل، ما راح أقول شنو الموجود بالتحديد، يعني يمكن اللي سامع بي أو كذا حصان. إحنا يجي المخيلة مالت الإنسان تبتكر شيء يعني تماهيا مع هذا الحصان، تضع له أجنحة، تضع له أجنحة، فيقول هذا الذاكرة والمخيال هي الأساسات الأولى للمعرفة. الصورة الأولية اللي يشكلها الإنسان، كل واحد بينا الآن عنده صور أولية انطبعت في ذهنه من الولادة إلى يوم الدين هذا، إلى يومنا هذا، عنده صور. يعني الصور طبعا صور إيمانية، صور عقائدية، صور دينية، صور متعددة. هذه الصور هي التي تبني الإنسان، ولذلك تجد أن مثلا على سبيل المثال تجد، يعني أنا كعراقي مثلا مسلم أقول أن العراق مثلا من أفضل البلاد العربية، وأنا لأنه مسلم الإسلام أفضل دين بالعالم. هذا يحتاج إلى مراجعة طبعا، لا العراق أفضل، واحتمال يعني اكو مؤاخذات على الدين الاسلامي كله، يعني ام اكو مؤاخذات احنا مسلمين، يعني اكو عندنا مؤاخذات. فبالتالي هاي الصور الاوليه هي التي يتكئ عليها الانسان. الاساس الذي يعني احاول ان افاتشكم فيه هو هل العقل
قادر، يعني عقلنا احنا قادر على التفتيش والبحث في الصور التي شكلت من قبل بيئتنا، من قبل أهلنا، من قبل مجتمعنا؟ هل قابلين احنا؟ عندنا القابلية، مجتمعنا عندنا القابلية. الى الان المجتمع العربي الاسلامي يمكن ضعيف، مو ضعيف يعني، اذا اكو اقوى من ضعيف فهو الى هذا المستوى، لانه ما عندنا دراسات، ما عندنا هيئة دراسات، ما عندنا مراكز تبحث في هذا الشيء. ولذلك احنا الى الان ما عندنا مباحث، يعني ابحاث حقيقية ترصد ان الخلل الموجود في المجتمع العربي. فلسفة أخرى، فلسفة أوروبية طبعاً، بحثت في الظاهر والمخفي أو الظاهري والخفي. الظاهري والخفي هي لإيمانويل كانت، اللي سماها العلم الظاهري والعلم النوميني. العلم النوميني هو العلم الميتافيزيقي، العلم الماورائي. العلم الظاهري اللي أغلب الفلاسفة يؤمنون به، ما عندهم إشكالية. العلم الميتافيزيقي الماورائي الغيبي، الإشكالية تكمن هنا. يعني أغلب اللي تبنوا هذه الأفكار الميتافيزيقية الماورائية الغير مرئية، يعني لا يمتلكون دليل ظاهري قطعي عليها. يمتلكون أدلة، يعني يمكن أقدر أسميها تبريرية أو يعني تركيبية، يعني يجيب يعني منها ويخلي منها على مود يريد يبرهن على صحة المعتقد أو الأساس الفكري مالته. من هاي الفلسفة التي يتماهى معها الأستاذ الصديق سعود إبراهيم البليهي عند مصطلح يقول فيه: العقل يحتله الأسبق إليه. العقل يحتله الأسبق إليه، وهي نظرية تتماهى مع نظرية ديفيد هيوم، نظرية فلسفية يعني قائمة بذاتها حقيقة. لأنه لو نرجع الآن نسوي يعني مثل الإحصاء، أنه سنجد أن الاحتلالات الأولية التي مورست علينا إحنا دول الجالسين أو اللي يسمعونا أو كل واحد فينا يقدر يسوي هذا الإحصاء، سيجد أنها غير قليلة. هي اللي كونت إيماناتنا، هي اللي كونت شخصيتنا. والاحتلالات الأولية أيها السادة ليست سهلة، ليست سهلة. قبل فترة يعني أنا ظهر يعني قبل فترة شاهدت مقطع لحادثة. الحادثة أنه في طفلة عمرها 11 أو 12 سنة اختطفت في نيويورك، اختطفت، خاطفها بقى يمكن حوالي 12 سنة ساجنها بالبيت. شوف هاي الإيمانات أو الممارسة الاحتلالية للذهن للعقل، كيف 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 تتكون، كيف تتكون شخصيتنا. احنا يمكن اغلبنا مأسورين بس ما نشعر انه، يعني انا ما اشعر انه انا مأسور، اشعر انه انا حر، بس انا بالتالي مأسور. اخذها لمدة 12 سنة ساجنها في بيت، الى ان اكتشفوا البوليس انه هاي مخطوفة واجوا وخلصوها. بعد ما خلصوها شنو تتوقعوا ردة الفعل مالها بعد ما طبعا سجنوه وانتحر بالسجن؟ هو لبست السواد عليه، لبست السواد عليه. انا هذه شكلت عندي نقطة مهمة، وهي ان هذا يعني المعاشرة مع هذا الرجل، التماهي مع هذا الرجل، الأخذ والجذب والكلام والتنمط، صار تنميط لها إلها لهاي البنت الطفلة. وهاي الحادثة أقدر أعكسها على كثير من المشاهد اللي وأنتم كذلك
عكسوها على كثير من تفاصيل حياتنا، انه احنا ماسورين ويمكن احيانا نبكي على الاسر مالنا. يعني من نريد واحد يجي مثلا يعني يعتقنا من هذا الاسر راح نبكي عليه. هذه انا بالنسبه لي شكلت لي حقيقه انه شبه الوخز، انه شقد مجتمعنا ماسور وشقد انا ماسور بدون ان اشعر. الموضوع هو عن الحداثة، وفي قول لهيجل عندما يفسر الحداثة يقول أنها قائمة بذاتها. شنو قائمة بذاتها؟ قائمة بذاتها أي هي الحداثة أنها لا تتكئ على الماضي. أرجع وأقول إحنا شقد نتكئ على الماضي، شقد نسترجع الماضي، حياتنا كلها نحاول إنه إحنا الآن ونحاول نسترجع كل شيء للماضي، بينما الحداثة تدعوك إلى أن تتقدم. هنا لازم هم نتساءل، إحنا في مركب الحداثة والعقل لو مركب الزمن الماضي والسلف والخلف والتقليد. قول للفيلسوف كانت، أنا أحاول يعني أن أستجمع بعض لأنه الوقت حدد السيد، فلذلك ما أريد أن أخرج. قول لإيمانويل كانت الفيلسوف الألماني، وهو يشحذ يعني ويحد الهمة في ناسه. كانت، أنا حقيقة اطلعت على أغلب الفلاسفة الأوروبيين عن حياتهم فلسفتهم، حاولت يعني أن أكتب بعض الأشياء عنهم، أن ألخص حياتهم، أن أشوف تجربتهم. كانت واحد من الذين كابت في فلسفته وعانى في فلسفته. اليوم إحنا في هذا العصر، وكانت في 1700 وإحنا نذكره ذكرى، لأن فلسفته فلسفة تنويرية وإحنا نحتاج الفلسفة التنويرية. هو يدعو ناسه، يدعو أهله، يدعو مجتمعه، ويدعونا نحن. يقول أيها الناس استخدموا عقولكم ولا تتواكلوا. يعني أكو مفردة لقيتها بالترجمة العربية يقول إن الله وهب لكم عقولا ويجب أن تستخدموها. أنا غير متأكد من هاي، بس أشكك فيها إن الله، لأنه اللي يعرف فلسفة كانت، ذهنية كانت، أستغرب يعني أن يطرح هذا المعنى. بس إذا قاريها يعني، وأكيد يعني بعضكم مطلع عليها، إنه إن الله وهب لكم عقولا، أنا يعني عندي توقف عليها. وهو نفسه هذا كانت، هذا الفيلسوف الكبير، رغم أنه إشعاع في أوروبا في ذاك الوقت كان واضح وجلي، يقول أنا أشكر ديفيد هيوم لأنه أنقذني من إيمانات الدوغمائية. هو نفسه فيلسوف الآن في هذا العصر، يعني كل واحد قائم بذاته، ما يقدر واحد يقول يعني أنا أقدر أقول مثلا الآن لمثلا أستاذي دكتور عبد الإله له الفضل علي مثلا في الكلمة الفلانية أو في علمني كذا، لا صعب علينا أن نعترف. بينما مانويل كانت، هذا الفيلسوف الكبير، يعترف يقول ديفيد هيوم خلصني من ثقافتي الدوغمائية. إحنا ذا نريدها منتساءل نشوف إش قد أدنى إيمانات دوغمائية الآن، إش قد أدنى إيمانات دوغمائية. أنا يعني حاولت أنه بعض الأشياء ما أمر عليها، أستاذ وسام أيضا يعني طلب من عندي هذا الطلب، وإذا أريد يعني أن أفاتش وأصارح أشياء خطرة حقيقة إحنا تعلمناها تعودناها بالتعويض، أشياء ما يعني من تخليها أمام العقل ستجد أنه بون شاسع بين العقل وتفكيراته وآلياته وسياقاته وبين اللي إحنا نسويه. ومو بالضرورة اللي نسويه إحنا لأنه إجانا مثلا من بعيد أو مروا إنا من بعيد إنه صح. أحد الفلاسفة يقول إذا
يعني إذا أي دين يشن حرب على العقل اعلموا أن هذا الدين سينتكس سينتكس. ما معقول أنه عقل. والآن احنا نعيش في أمريكا مثلا وجاي نشوف بعض المشاهد، يمكن لو بلادنا يعني هذا من باب الحداثة، من باب التطور الفلسفي العقلي الفكري اللي انتهجته أوروبا لتقوم. وأوروبا عانت، يعني لا تعتقدون أنه بالسهولة، وأنتم كلكم تعرفون هذا المعنى، مو بالسهولة أوروبا قامت، مو بالسهولة أوروبا قامت. أكثر فلاسفة أوروبا عانوا وقتلوا بالآلاف، أكثر من 30-35 ألف عالم قتل بسبب أنه عنده نظرية. نيكولاس كوبرنيكوس على ما أعتقد عنده نظرية أنه يقول الشمس الأرض هي اللي تفترع الشمس، خايف منه ما يقدر يحكي، خاف ينقتل. المنهج المغاير الآخر وهو التقليد. حتى التقليد هو ما يتوارثه الإنسان من عقائد، من عادات، ممارسات في السلوك بشكل عام. التقليد أحد الاحتلالات الأولية في الممارسة المجتمعية والبيتية التي تمارس على الذهن عندنا بالإسلام. الرسائل العملية، افتحوا أي رسالة عملية، الرسالة العملية هي الرسالة الفقهية، يعني ستجدون في الصفحة الأولى على ما أعتقد، أو أتنازل في الصفحات الأولى، يعني بالصفحتين ثلاثة الأولى، عمل العامي بلا تقليد باطل، يعني يدعوك أن تقلد. بينما هذا الفقهي، الرأي الفقهي، أنا حقيقة مريت على آية قرآنية دائما يعني أرددها في ذهني، والذين إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا. المبنى الفقهي يقول لك لازم تقلد القرآن، يقول لك إذا تمر على آية إذا دعوك على أنه تخر عليها صما لا تسويها، يعني وكأنه يستنهض فيك روح العقل، يقول لك لازم تبحث فيها، يعني أنت مو بس قالوا لك تعال سوي وسويت. المجتمع مالنا مجتمع تقليدي صرف. حتى أنا ملتقي مع شخصيات أكاديمية وشخصيات سياسية وشايف بالتلفزيون، وأنتم كذلك هم كل واحد عنده خبرته، شخصيات حقيقة يعني عامية، يعني هو يجتر الموروث، صح عنده قابلية للحفظ، صح عنده قابلية أنه في يعني العفو في الاختصاص، عنده اختصاصه ويبحث فيه، هذا ما نكره، لكن القابليات الذهنية، تطوير القابليات الذهنية ما عنده. وهذا طبعا هذا مؤداة أنه سلطة البيئة عندنا، سلطة المجتمع عندنا، سلطة النصوص الدينية اللي عندنا تمنع أن يمارس الذهنية العقلية، العقل المنفتح المتسائل اللي الله وهبه لنا. ولذلك احنا حتى لو عشنا في هاي الانتكاس، انا واحد من الناس لا استغرب انه داعش تطلع في العراق او في الان ملت المجتمعات، جدا ما استغرب. وبصراحه اذا كان يعني هاي تعقيبه، يعني اذا كانت داعش يعني بين قوسين، في كثير من دواعش بس مخفي، يعني ذهنيته ذهنيه داعشيه، مو بالضروره أن يكون داعش يعني بالمعنى. بالوقت اللي يدعو به رجال الدين عندنا أو رجال السياسة على الاتباع، يخرج علينا فريدريك نيتشه، هذا الفيلسوف صاحب نظرية
أو فلسفة المطرقة، نقد. هو يوصي طلابه، شوف العقلية شلون. من ساعة أنا ذكرت الآية القرآنية، ويمكن رغم أنه نتشه ملحد يعني ما إلى علاقة لا بالقرآن ولا، هو يوصي تلاميذه طلابه أصحابه، يقول لهم أنتوا كلكم كل واحد من أتكم أنتوا افتحوا سياقات ومنافذ لكم، لا تتبعوني. يعني هو يوصيهم أن لا يتبعوا. شوف الفلسفة، شوف العقل، أنه أنت روح شوف طريق إلك، لا تتبعني، أنا فتحت لك نافذة، أنت خذ هاي النافذة واطلع روح. إما أنه أنا أقيدك أجسرك، يعني أخليك في مكان وبدائرة وأقول لك أنت يجب أن تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. من الأشياء حتى أختم، من الأشياء المهمة التي اعتدنا عليها، أنا شخصيا أقولها بصراحة لا أؤمن بها كثيرا، شيئان أو شيئين، شيئان دكتور. الأول هو الدعاء. إحنا في مجتمعاتنا انصرعنا بالدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء، وكأنه يعني الله، يعني أنا أخيل هكذا، يخيل لي الله أنت ملك طاغية، وإحنا نتوسل بي أرجوك أرجوك يا الله، وتبكي قدامه وتذلل على مود يستجيب لك على فد شيء بسيط، تصرف وقت، هدر للوقت، هدر. أنا أعرف بعض الأدعية تأخذ أكثر من ساعة، أكثر من ساعة، ومع ذاك يعني رافع إيديك وزوجتك وأطفالك ودعاء دعاء دعاء، بينما أعتقد يعني أن الدعاء هو ذاتي، هو نابع من الذات، واللي يؤمن بالله يقول إنه الله يعرف بالدواخل. ماكو داعي انا في فلسفتي، في تقديري، في فكري، ماكو داعي انه ان اصرف هذا كل هذا الوقت واهدره واضيعه، يعني بتشي وفت حالات انا شايف وانتم شايفيني. ربي اني يمسن الضر وانت ارحم الراحمين، خلص خلص. بعد انت تروح تقعد ساعه، هذا الآن أنا حكيتها بيمكن دقيقتين، هذا مسألة الدعاء، فتشوا عنها، شوفوا المساجد إيش قد بيها أدعية، البيوتات إيش قد بيها أدعية. يعني إحنا ما تعلمنا مثلا، ما تعلمنا على منهج عقلي، تعلمنا على منهج ترديد. هذا منهج الدعاء هو منهج ترديدي، الله ما محتاج، الله يدري بيش جاي تفكر، ما كده تروح تذلل وتبكي. هاي النقطة الأولى اللي أدت بمجتمعنا، واحدة هذه إن كثر، هذه واحدة. الأخرى أجد أن المجتمع الذي يؤمن يعني بالغيبيات، العقل بمساح، كل شيء غيبيات، الغيب يحيل العقل، يحيل العقل إلى عدم. وأنا يعني عندي موضوع أنه الإيمان المطلق، الإيمان المطلق هو إماتة للعقل بالمعنى العام، يعني الإيمان المطلق هو إماتة للعقل، لأنه أنت إذا آمنت إيمان مطلق، وإيمانات الإنسان الآن كل إحنا الآن لو يسوون علينا استفتاء وإحصاء، وين كانت إيماناتنا وين صارنا؟ شنو كنا نؤمن والآن وين صرنا؟ انتمائي السياسي وين كان والآن وين؟ نظرتي بالأشياء هكذا، يعني هكذا هي الحياة متجددة متغيرة. إيمانك بالمطلق أو بالغيب هو إيمان غير راكز، أي إحالة، أي إحالة لموضوع آني، موضوع إيماني، موضوع سياسي، إحالته إلى الغيب، أنا في قناعتي أنه عجز عن البرهنة عليه. وعندما تعجز عن البرهنة على الأشياء تتكي على أشياء غيبية لا تقدر تشوفها، لا تراها،
لا تحسها، بينما الفلسفة التجريبية اللي يعتمدها أغلب الفلاسفة هي فلسفة تعتمد الوجود، تعتمد الوجود. يمكن استوفيت الوقت. أنا أشكركم حقيقة، أشكر استماعكم، واعذروني إذا يعني شط بي القول أو يعني أخذني عقلي إلى غير ما تأخذونه أنتم. أسئلة؟ عندنا وقت لبضعة أسئلة إذا حدا بيحب يقدم أي سؤال أو تعليق على موضوع. دكتور حسن دائما يعني. لا الله يخليك. هي فلشنا هيك وما عنا لحام هيك. على أساس أطقت مثل باقي الورد حلو بس كنا متعطشين أكثر نعرف أكثر. هلأ الإشكاليات العقل والدين تقريبا لمسها. بس انه اعتبرتهم الاثنين كل واحد باتجاه، يعني قولا مع الفيلسوف اللي قال اثنان اهل الارض عاقل بلا دين ودين لا عقل له. ابو العلاء المعرفي. ابو العلاء المعرفي طبعا. يعني شو رايك بهالمقوله هذه هيك ولو باختصار؟ هذه تشبه قصه حدثت مع ابن الراوندي. ابن الراوندي مر على اطفال يضربون كلبا فسألهم ليش تضربون هذا الكلب؟ قالوا لأنه دخل المسجد. أنا هذا أنقلها يعني وناقل الكفر ليس بكافر. فسألهم ليش تضربون؟ قالوا دخل المسجد. قال اتركوه، لو كان له عقل لما دخل المسجد. يعني هو تماهيا مع طبعا مع هذا القول، بس هو لا أؤيده بالمطلق. يعني في يعني في نسبة صح في نسبة غير. نعم تعتمد على الذات. تحياتي للسيدات والسادة، وتحياتي لولدي المحاضر. كنت أراه في محاضرته، طبعا أنا أعرفه وأعرف بداياته وتكويناته، بس المحاضرة كانت تحوم حول نظرية توينبي في التحدي والاستجابة. يعني أنا في زعمي لا يمكن فهم الحداثة، لا يمكن معالجة التقليد والتجديد، لا يمكن معرفة الانحطاط والارتفاع ما لم نقترب من نظرية التحدي والاستجابة. يعني توينبي كما تعلمون يقول بمقدار الاستجابة للتحدي تقاسي الأمم، وحتى قرر في نظريته أن أمما ستنقرض لأن استجاباتها أقل من التحديات. والآن أمتنا الآن تحديات القاتلة مقابل لا استجابة. فلماذا ولدي وصديقي الأستاذ مصطفى العمري لم يشر إلى توينبي ونظريته؟ يعني ليس بالضرورة أن أذكر يعني أغلب الفلاسفة. أنا عندي في ذهني حقيقة يعني نظرية هيجل في ظاهريات الروح. يعني فلاسفة كثر دكتور، يعني ما بس أنا أشرت بالمعنى العام، ويمكن يعني يمكن جميعكم يعني استوعب الفكرة اللي أنا ردتها. وكفى يعني هي تعتمد على يعني الآن أنت تعتقد أنه مثلا في مثل هكذا مثلا وقت تقدر أن تستوعب محاضرة بهذا العنوان؟ لا. ثم لا يكون خطرا عن الفلاسفة الذين ذكرتهم. ثم الشيء المهم دكتور، أكو بعض الأشياء تعتمد على ذات الإنسان. يعني إذا مو أنا أروح وأبحث وأطالع وأجدد
وأشذب، ما ممكن أنا أتطور. إحنا يمكن يعني على عنوان الأستاذة مريم شهاب نلقي حجر، والآن إحنا مشاهدين من الفيسبوك أو يمكن مسجلة تروح على اليوتيوب مشاهدين، إحنا يمكن نأخذ عقلي أولاً وأخذ عقل الآخرين، ويمكن نتحرك أفراد وجماعات. شكراً لك. شكراً أستاذ مصطفى. سؤال أخير سريع. تفضل. أستاذ مصطفى، تحدثت عن رواية بس علقت ثلاث مواضيع أو ثلاث نقاط سريعة. تحدثت عن الحداثة بحيث ترك الماضي. الماضي فيه تجارب كثيرة، وأنت تفضلت حتى استشهد واحد توفى من 1700 عام، ولكن لا زالت أفكاره تخاطب اليوم. فليس كل الماضي، ليس الحداثة ترك الماضي، الماضي أيضا فيه جميل. نقطة ثانية، تفضلت على قضية إدخال يعني الدين لما يتحكم بالعقل. عقيدة العقيدة بشكل واضح، سواء كانت إسلامية، مسيحية، يهودية، وثنية، بأي صورة من الصور، لم تمنع الكثير من العلماء يوصلوا. يعني لو تطرقنا إلى عابد البقر مثلا الهندي ونحترمه في ديانته، هذا ما تخلى أيضا أن يوصل يعني أو بعلومه في كل مكان. يعني لا زال العالم الهندي متقدم، وتراهم أيضا في الشركات الأمريكية بعضهم حتى ورؤساء ومدراء تنفيذية. النقطة الثالثة والأخيرة، تفضلت على قضية الدعاء. أنا أتفق معك، الدعاء إذا لا يغير النفس فإذا هذا الدعاء لا مكانة له، بس الدعاء من أهميته هو ترويض النفس. يعني أنا إذا أطلع من هذا الدعاء أخلاقي متعالية، تعاملي مع الآخر أفضل، إذا هذا الدعاء أستفيد منه. بس إذا الدعاء هذا اللي تحدث فيه ما يغير في أخلاقياتي وسلوكي وتصرفاتي مع الآخرين، فإذا هذا الدعاء لا فائدة فيه. التأمل مثلا جماعة اليوغا وآخرين، هذا أيضا نوع من العبادة بس بطريقة مختلفة، هذا يؤثر في نفسه بشكل آخر. فالدعاء هو قضية إذا كان العبادة تحولت إلى طقس، طقوس عفوا، إذا طقوس فعلا، بس إذا العبادة فعلا هي تحول الإنسان وتروض نفسه إلى إنسان مختلف، يتعامل مع الآخر ويحترم الآخر وسلوكياته وأخلاقياته يكون أفضل، فإذا الدعاء له مكانه أفضل من اللي تفضل فيه. بس هذا فقط. خليني أجاوبك على السريع، راح أجاوبك حتى للوقت الجماعة. أولا الماضي، أنا قلت المقولة اللي هيجل، الحداثة لا تتكي على الماضي، يعني تبتدأ تخترع تطور ذاتها بذاتها وتتقدم لي قدام، ما ترجع لي ورا، مو أنا هذا. العالم الهندي أنا ذكرت أيضا، قلت في شخصيات يعني بالاختصاص مالته يعني متطور، لكن الذهنية مالته غير متطورة، ذهنيته غير متطورة. يعني أحد الفلاسفة يقول أن الدين الكوني يجب أن يكون العقل، لأنه مشترك. يعني بعضهم طرح الأنسنة مثل الدكتور الجزائري محمد أركون، طرح يعني مفهوم الأنسنة العقل. أنا شرت إلى هذا المعنى. الهنود في التخصصات العلمية الآن متطورين، هذا لا إشكال فيه، لكن هذا لا يعني أن تطورهم العلمي معناته تطور روحي، تطور إنساني، مو بالضرورة. أما مسألة الدعاء يعني كل واحد إلى مفهومه الخاص، أنا ما أجادل في هاي النقطة، أنا عبرت عن ما أؤمن به، وعبرت عن يعني دراسة تحليلية يعني خضتها لفترة على الأقل، وبعضكم شاطرني بها لأن تحدثنا في جلساتنا الخاصة والدكتور يذكر. الأخ عنده سؤال. انتهى الوقت للأسف، ممكن يصير النقاش بعد هذا لو سمحتم. شكرا جزيلا. شكرا لكم.